بعض الشباب ربما يتساهل في مثلا ما صدقت على الله أني أراك، أو ما صدقت على الله أن يحصل هذا الشيء، وكذلك ما يكون عند بعض العامة كلمة أمر الله شق القربة مثلا، هذه معروفة عند الناس، هل فيها بأس؟ أمر الله شق القربة هذا المقصود أنه أمر الله غالب، مهما احتاط الإنسان فإن أمر الله غالب، فمثل هذا لا ليس فيه شيء. وكذلك ما صدقت على الله المقصود أنه كنت أستبعد، وليس المقصود أن الله عاجز عن ذلك أو أن الله لا يفعل ذلك أو ما أشبه أو تألي على الله ونحو ذلك، إنما استبعاد حصول شيء أو استبعاد وقوع أمر. فمثل هذه الألفاظ تحتمل معنى صحيحا ومعنى غير صحيح، ويغلب فيها المعنى الصحيح في استعمال الناس.